السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة أخرى في فيديو جديد من فيديوهات كلاش رويال. كالعادة هي أفضل لعبة عندي صراحة بالجوال. نشوف أنا هذه المباراة، هل هي أفضل لعبة عندكم بالجوال أيضا أم لا؟ جاوبونا على السؤال، قولوا لي ايش افضل لعبة عندكم بشكل عام حاليا وبالجوال بشكل خاص. نشوف الان حط، لازم اتعامل مع الساحر. كويس كويس، اخف الاضرار. كويس انك تحط برج النار الخنزير، الخنزير خطره اسرع. اما العملاق ممكن تحط الوديكة، خاصة ان العملاق يصير وراء الساحر. الحين شكلي بيحط لي السم. هذه هجمة شوي تحتاج تعامل سريع. حط الغيلان على السبيكة. كويس كويس، كل جنودي حيين مستمرين بالهجمة. قلت له احسنت كذا مرة ما رد علي، الان لازم اتريق عليه. يحق لي التريق عليه. الحمد لله فوز ممتاز، مباراة صعبة. هذا 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 علني ذا دبل سبدي. غثيث 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 بكل معنى الكلمة. برازيلي هذا، غريب انه برازيلي. بالعادة ذي الحركات عند الايرانيين، عند الصينيين احيانا. فاجأني بالش اسمه الملكيين، مجندين الملكيين. رويل ريكروتس. هنا الخطر من النافخ الاسهم. كويس هو ضربني، انا ما ضربت. لا لازم الحين فيك يدخل كذا، طولت المسألة. يلا ساحر ورا فيك يا سلام. لا 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 مشكلة. حط الطيارة، نحطك يا خنزير ما دام انه ما في كوخ بالموضوع. كويس، عدو ظريف خير من صديق ثقيل الدم. من الان وضع صعب وضع صعب وضع صعب. اي جهة دافع ما ادري، دافع يمين خير الامور اليمين. هنا هذولا مشكلة صراحة، هذولا ما توقعت انهم يسببون مشاكل كبيرة، لكنهم والله مشكلة. واحد فيك السحر. كويس كويس، على الاقل فوز بالوقت الاضافي بمزقها بثواني الحسم. لقيت الحسم موجود والحمد لله تعالى. الحمد لله، توفيق من الله اول شيء. هذا الان هذا الان هذا الان رعب 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 واضح. هيكل وصاروخ. يا لطيف يا لطيف. انا اكيد انا غلطت، او توقعت انه الفالكري بتقوم بالواجب شكلي. الان مشكلة، مات الساحر مات الساحر وراح البرج. لا كسبت لا ما ادري ايش، وما كسبنا شيء. ظلنا بالجهتين، ضيعت الدفاع ضيعت الهجوم. لا كسبنا لا تمر اليمن ولا عنب الشام او شيء زي كذا. ما ادري، كنت واثق انا بهجمتي وكنت واثق بدفاعي ضد الهيكل، لكن تدخل الساحر مع الهيكل وخربت خرب الدفاع. الان هو الان تقريبا كان ناوي يقعد يدافع، لكني فاجأته.
هنا 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 خطر. هجمات خبيثة، تشكيلة خبيثة. غيلان مع الهيكل. يلا 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 الله الحمد لله. قبل ثلاث ثواني من نهاية المباراة تمتح كابتن. هنا شكلي أنا غلط، الله أعلم. كان مفروض ما أحط الساحر. هنا مشكلة، هنا مشكلة. جالس يضرب بالصاروخ، يبغى يحسمها بصاروخ نوعا ما. شكله ينتظر السايكل الجاي والصاروخ الجاي. الله يعين الله يعين. بس والحين تقريبا يضرب صاروخ الآن. لا الحمد لله الحمد لله، ضربة واحدة بس بالصاروخ الآن انت مباراة له. يلا يلا الحمد لله الحمد لله. عصب